الخير وأهلا بكم إلى حوار الساعة. الليلة سنتحدث عن مصر، ولكن حوارنا لن يكون عاديا، فالانتخابات والأمنية والأحزاب والأخوان وغيرها سنتناولها بعين مختلفة. صحيح هي عين أجنبية، ولكنها تملك نظرات ذهبية مرصعة بخمسين عاما من الانغماس في الحدث المصري خصوصا والشرق أوسطي عموما. صحيح ضيفنا أوروبي، ولكنه يتقن العربية ربما أفضل بأشواط من كثير من الحكام العرب. وصحيح أيضا أن الحدث مصري، ولكن ضيفنا عايش محطات مهمة في تاريخ المنطقة بشكل عام. على سبيل المثال، رافق الإمام الخميني في رحلة عودته من فرنسا إلى طهران، ورافق كذلك الرئيس السادات في رحلة ذهابه إلى القدس. عاصر الرؤساء والحكام وقابل الكثيرين كالرئيس السابق محمد حسني مبارك. كتب عن المنطقة العربية، اختطف في لبنان، وأخيرا عاش ثورة مصر وأحلام شبابها. لم يرق بعدها وصول الإسلاميين إلى الحكم، فأسمى الثورات العربية بهوجة الإسلام السياسي. أمر ملفت، ضيفنا يتحدث إضافة إلى الألمانية والعربية الفارسية والتركية والعبرية، ولكثرة انغماسه في العالم العربي نال أرفع تقدير رسمي ألماني على عمله على تعزيز العلاقات المصرية الألمانية. معه سنتحدث عن مصر اليوم التي تتحضر لانتخابات رئاسية، أزمة الحريات والأمن والإرهاب والعلاقات الخارجية والحدود. أهلا بك سيد فولكهارد فينتفور، وأنت رئيس جمعية المراسلين الأجانب في القاهرة، وتحدثنا أيضا من القاهرة. أهلا بك، مساء الخير. أهلا بك، أهلا بك. يعني لأبدأ معك الحوار، يجب أن أعرف توصيفك لهذه المرحلة في التي تمر بها مصر. هل هي ستقود مصر إلى الاستقرار أم إلى مزيد من التوتر الأمني والسياسي برأيك؟ أنا أعتقد الاستقرار النهائي أو الاستقرار الكامل اللي طبعا تطلبه الجماهير، الشعب المصري أو أي شعب من شعوب الربيع العربي مثل تونس، ليبيا اللي فيها أوضاع صعبة للغاية أكثر من مصر، أو طبعا سوريا. نحن نعرف أن الأمنية موجودة ومشتركة. بالنسبة لمصر، أعتقد بالمقارنة مع العام الماضي عندما تذمرت الجماهير ضد حكم الإخوان المسلمين اللي حكموا 12 شهر، يعني سنة كاملة، لاحظنا نحن المراسلون الأجانب في مصر أن هذا التذمر شمل يعني كل الفئات، الغني والفقير، المسلم وغير المسلم، الشباب، يعني كل الشباب بين الثامنة والثمانين. لذلك عندما تفجر الانتفاضة، أنا أسميها الانتفاضة المصرية، في 30 حزيران يونيو 2013، طبعا كانت الأمال كبيرة بأن هذه الانتفاضة، في فارق بين الثورة وانتفاضة، الانتفاضة أشمل. هذه الانتفاضة قد تطيح بحكم الإخوان المسلمين، وفي نفس الوقت تؤدي بسرعة إلى تطبيع الحياة اليومية وما إلى ذلك. طبعا الأوضاع أعقد من أن تحل المشاكل، يعني من النسيج السياسي الاقتصادي الاجتماعي والديني والطائفي إلى حد ما في مصر في يوم وليلة. ولذلك ظهرت طبعا قوى سياسية مختلفة، وبعض الأحزاب ظهرت، كبرت، قويت، ضعفت، تلاشت، أحزاب تانية قيد الإنشاء أو نشأت. لذلك ليس من السهولة أن أقطع بالفترة الزمنية التي راح تمضي
بعض، راح تمر بعض حتى يتم يعني تحول الوضع المقلق المزعج إلى استقرار حقيقي، ولكن لا بديل. وبالمقارنة مع بعض البلدان الأخرى نقول حقيقة أن الوضع في مصر رغم كل الكلام وبعض المبالغات الإعلامية طبعا ما زالت يعني لحد بعيد يعني مرضية. طبعا في مشاكل كثيرة، ولكن أنا أعتقد جواب طويلا للسؤال القصير، بس أنا أتساءل طب نفسي وأطرح على نفسي هذا السؤال الأساسي اللي طرحتيه. طبعا أعتقد مصر تحتاج كمان إلى سنتين ثلاثة حتى ما ممكن تحقق الاستقرار. يعني شوفي، أولا عندنا الانتخابات الرئاسية، هذا وبعد ما الانتخابات سأسألك الرئيسية عندنا الانتخابات النيابية، نعم يعني المجلس النيابي مش عارف ممكن يغير اسمه من مجلس شعب إلى مجلس نيابي زي ما كان أيام الملكية. ده في حد ذاته طبعا يفتح الباب لتغيير في النظام أو الأنظمة المعمول بها. طيب سيد فولكر، وده في حد ذاته وراح يستغرق على الأقل سنة سنة ونص، يعني 18 شهر بعد الانتخابات النيابية اللي راح تتم في الغالب بعد نصف سنة، يعني سنتين سنتين سيد ونص فولكهرت تسمعني؟ حتى هل تتبلور يصلك صوتي يعني بوضوح؟ الصورة الجديدة وتستقر الأمور. تستطيع أن تسمعني سيد فولكهرت؟ أنا الصوت واضح؟ ما بسمعش، آسف. سأطلب إذا لا من أنا ما بسمعش. التقنيين أن يعني يتم إصلاح موضوع الصوت. الآن تسمعني أفضل؟ الآن الوضع أفضل في الصوت أم لا؟ طيب سنأخذ معلش ربما فاصلا قصيرا نصلح طبعا هذا العطل في الصوت ونعود لمتابعة هذا الحوار ونتحدث عن الانتخابات الرئاسية التي حددها أنها أهم عنصر من عناصر الاستقرار. سيد فولكهرت فينفر، من جديد أهلا بكم إلى حوار الساعة مع ضيفنا سيد فولكهرت فينفر الذي يحدثنا من القاهرة، وهو رئيس جمعية المراسلين الأجانب. نأمل أن يكون الصوت يعني أن يساعدنا الآن لنتابع هذا الحوار. سيد فولكهرت، كنت تتحدث عن موضوع الاستقرار لمصر وقلت أن الانتخابات الرئاسية هي طبعا محطة أساسية لتحقيق هذا الاستقرار. هل برأيك وصول المشير عبد الفتاح السيسي إلى رئاسة الجمهورية هو عامل استقرار سيحقق هذا الاستقرار؟ أنا متأكد من أن نسبة الفرص لأن المشير عبد الفتاح السيسي يفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات الرئاسية نسبة عالية، لأن شعبيته نشأت في يوم وليلة، يعني في 3 يوليو 3 تموز عندما تحرك واستجاب للانتفاضة الشعبية، لما 34 مليون مصري خرجوا في الشوارع والميادين في القرب والمدن من آخر الصعيد لأقصى الشمال المطالبة بمطالبة الإطاحة بنظام جماعة الإخوان المسلمين وهزبهم. وعندما استجاب يعني ما كانش عنده بديل، يعني كان مضطر، لو ما كانش تصرف هذا التصرف أعتقد كان الشعب فقد ثقته في الجيش، ولكن هو تصرف التصرف المطلوب منه، وبهذه الطريقة اكتسب شعبية غير عادية. ومن الخطأ التعبير يعني اعتبار المبادرة اللي قام بها الجيش المصري، قيادة الجيش المصري وعبد الفتاح السيسي أنها انقلاب عسكري. أين الانقلاب؟ اللي يستخدم هذا المصطلح لا يعرف شيء عن انقلابات عسكرية فعليا حصلت في أمريكا اللاتينية، حصلت في تشيلي مع بينوشيه،
حصلت في اليونان في الستينيات القرن الماضي، ولكن في نفس الوقت أنا أعتقد فرصه كبيرة، ولكن هو ليس الوحيد، هنالك مرشح محسوب على التيار العصري هو حمدين صباحي، أكيد كمان يأخذ نسبة، ولكن على ما أظن إلى يومنا هذا، وما نعرفش بكرة بعده كمان عندنا كم أسبوع تظهر أسماء جديدة، ولكن على ما أظن شعبية عبد الفتاح السيسي ما زالت كبيرة وتكفي لضمان فوزه في الانتخابات الرئاسية. الفوز شيء وتحقيق الاستقرار شيء آخر. هل تعتقد أن يعني هذا الفوز المرجح بشكل كبير الذي تحدثت عنه سيستثمره عبد الفتاح السيسي ليكون رجل دولة أم سيؤسس لدولة الرجل؟ وأنت تستطيع أن تفيدنا كثيرا في هذا الموضوع لأنك عصرت رؤساء مصريين يعني منذ الخمسينيات. هل هذا الرجل العسكري إذا أتى من جديد إلى الحكم ماذا سيؤسس؟ يعني سيكون رجل دولة أم سيؤسس دولة رجل؟ صوتي جراح، بس أنا اللي فهمته يكفي. أني أرد. أنا طبعا تعرفت وترجمت لرئيس جمال عبد الناصر ورئيس أنور السادات مرارا ورئيس محمد حسني مبارك، ده صح، بس في نفس الوقت كل واحد منهم له صفات معينة، الصفات الرئيس الجديد المحتمل عبد الفتاح السيسي صعب التنبؤ بها بدقة لأنه لم يحكم بعد، ولكن أنا أعتقد بما أنه تحمل المسؤولية واستجاب لمطالبة الشعب، لملايين الشعب المصري في التصرف والإطاحة بحكم الإخوان المكروه، هذا دليل أنه رجل عرف المسؤولية ويتحمل المسؤولية. وطبعا اللي يتحمل المسؤولية مفروض مفترض يعني منطقيا أنه يعرف أن مسؤولية الرئيس الجديد تكون ثقيلة للغاية لأن مصر تواجه مشاكل كثيرة، وإذا رغم ذلك رغم معرفته بما قد تواجهه من مشاكل وأزمات وضرورات ملحة، أعتقد أنه في هذه الحالة يجب أن تصمم على مواجهة هذه الصعاب، هذه المعضلات، هذه المشاكل، ولكن صعب أن يقول أنه ينجح على طول أو يعني ما فيش، هو مش ساحر، ولكن أعتقد هو يدرك تماما ما هو مقبل عليه وإلا يفقد الشعبية. نعم. طيب سيد فولكر تسمعوني الآن؟ تسمعوني؟ هو يعني أعتقد أن المشكلة من يعني إذا وضعت السماعة ربما يعني تستطيع أن تسمعني بشكل أوضح. فيما يتعلق بالمشير عبد الفتاح السيسي وبمسألة وصوله، أنت رجل يعني طبعا تحب الشرق وعشت طويلا في مصر ولكنك أوروبي في النهاية، ومسألة اختيار الرؤساء في أوروبا تخضع إلى برنامج عمل الديمقراطية عادة، يعني يجب أن يقدم الرئيس برنامج عمل معين. يعني هناك في مصر الظاهرة المتعلقة بالمشير عبد الفتاح السيسي تنفي حتى عنه أو تلغي منه أو تعفيه من تقديم برنامج عمل، هناك نوع من تأليه لهذه الصورة، هل هذا صحي للديمقراطية يعني المتوقع أن تكون في مصر؟ هل هذا الأمر جيد لمصر؟ أم أن على هذا الرجل أن يقدم برنامج عمل وينتخب على أساسه وليس على أساس الرجل، شخص الرجل شخصيته؟ نعم. شعبية رئيس جمال عبد الناصر مثلا ترجع إلى الإطاحة بحكم فاسد
بانطلاقة ثورية جديدة بخدمة الكادحين زي ما كان بيسميها، يعني الفقراء. شعبية أنور الرزدات تكمن طبعا في يعني إنهاء الحرب مع إسرائيل، وفي نفس الوقت طبعا فتح باب الانطلاقة الاجتماعية الجديدة، يعني مع تحرير الاقتصاد اللي كان مقيد ومؤمم. شعبية حسني مبارك والله كانت يعني مرتكزة على مواصلة ما تركه له من إنجازات رئيس أنور السادات، ولكن شعبية الرئيس المحتمل الجديد اللي هو عبد الفتاح السيسي لا تكمن إلى عبور قناة السويس أو ما إلى ذلك، بل في شيء واحد إلى يومنا هذا، ألا وهو الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، تلبية لمطالبة الشعب المصري. هذا لا يكفي لو لم ينفذ وعود قطعها، ولكن في لسه بعد أعتقد في ظرف 4-5 أيام هنسمع عن برنامجه المحدد الدقيق، وإذا التزم بهذا البرنامج وإذا تأكد وشعر وأحس الشعب الفقير قبل الغني بأن ما وعد به سينفذ، أعتقد في هذه الحالة تزيد الشعبية وتستمر، ولو بدون هذا لا أعتقد أنها تستمر. نعم. وهو يجب أن يكون العلم بهذا. نعم. بما أنك تحدثت عن أن أهم عنصر شعبية هو موضوع إنهاء حكم الإخوان المسلمين، حمدين صباحي المرشح للرئاسة يقول أن دور الإخوان المسلمين في مصر انتهى إلى الأبد، هل تشارك هذه النظرة؟ أنا أقول الآتي: الإسلام السياسي من حيث المبدأ ضعف بشكل غير عادي، لحق ب يعني مش مجرد هزيمة في موقعة أو معركة مؤقتة، لا، الشعب اللي جربوهم، معلش أنا أحكي باللحشة اللبنانية لأني قناة لبنانية وعشت في لبنان 6 سنوات، بس الحق يقال الإخوان وعدوا ووعدوا ووعدوا ولم يفعلوا، وفي الآخر اتضح أن ما تنبأ به وحذر به الألوفات من المحللين والمجربين طلع صح مظبوط، يعني أولويتهم لم تكن مصلحة الدولة، مصلحة الشعب. الأولوية القصوى سموها التمكين، يعني الجاه والمال، يعني السيطرة الكاملة. وهم الإخوان بيقولوا الإسلام نحن الإسلام، وليس صوت، ليس هنالك صوت غير صوتنا، وهذا يفسر الخلافات المستمرة حتى مع التيارات الإسلامية الأخرى مثل السلفيين وغيرهم وغيرهم، حزب نور وغيره. وهذا شيء لم يستحسنه الشعب المصري، وبصرف النظر عن المحسوبيات غير العادية وتصرفات الحمقى، يعني القائمة طويلة. أعتقد حكمهم للأبد، يعني أعتقد ليس لهم مستقبل واضح، بس على الأقل لن يلعبوا في المستقبل المنظور، يعني في أي دور سياسي مقنع. نعم. طيب قبل أن يعني فقط أن أتابع في موضوع الإخوان، نحن الميادين قناة عربية ولكن تبث من لبنان، يعني تستطيع أن تتحدث بأي لهجة تريد كما ترتاح. أنا لا أسمع شيئا. تسمعني الآن؟ أعتقد أن مشكلة الصوت قد عادت من جديد، هل تسمعني؟
للأسف عدنا وفقدنا الاتصال على ما أعتقد بسيد فولكارد. سنتوقف أيضا مجددا يعني مع فاصل لنعود لنتحدث أكثر عن موضوع الإخوان المسلمين، خصوصا أن السيد فولكارد فينتفور قد تحدث في وقت سابق تحديدا في يناير الماضي عن أنه يملك أدلة على أن الإخوان المسلمين يحاولون أن يشكلوا ما يعرف بجيش مصري موازي للجيش المصري الحالي. ما هي هذه الأدلة؟ سنسأله بعد الفاصل، ابقوا معنا مشاهدينا. من جديد نرحب بكم في حوار الساعة لهذه الليلة، نستضيف فيه سيد فولكارد فينتفور، رئيس جمعية المراسلين الأجانب في القاهرة، وأيضا يعني المدير السابق لمجلة دير شبيغل، مكتب مجلة دير شبيغل الألمانية في مصر. سيد فولكارد، نتمنى فعلا أن يكون صوت مساعد الآن. أنت قلت في وقت سابق بأن لديك أدلة على أن الإخوان المسلمين كانوا يحضرون لجيش مصري موازا عندما كانوا في الحكم، ومنذ يومين استمعنا أو ظهرت معلومات إضافة إلى إعلان على اليوتيوب لما يسمى جيش مصري حر تموله قطر في ليبيا، ويقال أن الإخوان المسلمين علاقة به. هل هذا هو ما كنت تتحدث عنه؟ وما يعني ما صحة موضوع الجيش المصري الحر؟ ما هي الدلائل أيضا التي تملكها أنت المتعلقة بهذا الجيش الذي كانوا يحاول الإخوان المسلمين تحضيره؟ ولا حضرتك، موضوع جيش مصر الحر، أول واحد جاب سيرته يوسف القرداوي اللي عرضوا عليه منصب مرشد عام للإخوان المسلمين المصريين، ولكن رفض مرتين عرضوا عليه. وهو في قطر زي ما احنا عارفين، ولما كان في غزة آخر مرة أعلن يعني نشأة أو إنشاء جيش مصر الحر. بس الوضع مختلف هنا في مصر، الشعب المصري لا يشك في وطنية جيشه، وأعتقد هذه محاولات بائسة. يعني أنا حيادي من حيادي وواقعي، لا بس في شيء. شوف، أنا في مصر من سنة 1955، وعشت 6 سنين في لبنان بس دائما في مصر. في ليبيا، أنا رحت ليبيا طبعا في أثناء الثورة، وقابلت إخوان مسلمين مصريين في مدينة اسمها درنا لما كانت الثورة لسه شغالة هناك، وكانت بتجيلهم طائرات قطرية من قطر بيحملوا عداد حربي بشكل غريب، نزل في مدينة تبرق يعني. وطبعا إخوان المسلمين، بس رغم ذلك أنا أعتقد هذا الشيء ما يعني معذور عليه، مش خطير لهذه الدرجة. يعني النموذج السوري صعب التصور حتى من حيث المبدأ ان ده يتم في مصر. طبعا في ناس يتاجروا بهذه المخاوف، ولكن دي مش حقيقية. ولكن طبعا لو احنا عارفين كلنا مصر مليانة سلاح، ما كانش كده. السلاح ده منين؟ من ليبيا، السلاح الليبي وبكميات غير عالية. يعني انت مقتنع لا بس خليني اقول لك حاجة. نعم تفضل. لو مجرد لو ما كانش الجيش المصري أطاح بحكم الإخوان المسلمين تلبية للطلب الشعب المصري، يعني لو كان اتفرجوا وعملوا شهادة، كانت هتحصل حرب أهلية. لأن السلاح موجود، وأنا متأكد أن الإخوان كانوا عارفين يوم وصلوا للحكم، ما صدقوش نفسهم أنه وصلوا، حسوا انه مش هيقعدوا فتره طويله، لذلك جهزوا، حاولوا يجهزوا نفسهم. المخزون الاكبر للسلاح كان فين؟ في سيناء. طبعا طبيعي. يعني حتى حماس يعني رديف للاخوان المسلمين، وانا كنت اعرف معرفه شخصيه قبل الثوره، 4 مرشدين عامين من عمر التلمساني وحتى الخضيبي، مأمون خضيبي، ويعني وطبعا عاكف، كلهم كانوا متأكدين ان يعني عاكف بالذات
كان متأكد يوم ما يوصلوا خلاص يبقى هم قالوا بعد كده، قال الشعب ان يدينا ثقة كاملة، و يعني معنى ذلك هم طيب كانوا عارفين ان الشعب هيقوم في يوم من الايام. طب سيد فولكهارد، انت يعني قلت انك عاصرت يعني 4 مرشدين عامين وتعرفهم، حتى عمر طبعا تلمساني على ما اعتقد انك التقيته للمره الاولى في المانيا. هل هؤلاء انا يعني عملت حديث مع في منشن. نعم، هل هؤلاء يعني من الممكن ان يعني في حال خرجوا من الحكم كانوا محضرين ان يقوموا باعمال ارهابيه؟ الان السلطات المصريه تتهم الاخوان المسلمين بكل شيء، يعني كل ما حدث حادث امني حتى مشكله اسوان كان هناك اتهام للاخوان المسلمين. هل انت مقتنع ان الاخوان المسلمين هم وراء كل هذه الاحداث الامنيه في مصر؟ انا ما اعرفش كل التفاصيل، بس شيء واحد انا متاكد منه، ومش انا مش انا بس، في ناس كتار ومنهم الصحفيين. انا قعدت هنا عشرات السنين كمراسل. الاخوان اي نعم لهم علاقات مع الجهات الارهابيه، دي واضحه جدا. بل يعني نقولي لما المرشد العام على التلفزيون، يعني الكلام اللي بيقوله في مليون شاهد متفرجين، بيقول لو ما حملتوش مرسي ورجعتوه على أكتافكم نحن نقلبكم ونحن نحارب الدولة الكافرة والكفار وإن كانوا بالملايين. يعني واحد اللي بنفكر فيها دي مش عبارة بسيطة، كفار يعني اللي يعرضني سياسيا كافر، عدو لله، لان نحن ادوات لله. ده كلام فاضي طبعا. طيب. والشعب ما كانش يتصور هذا. لذلك انا بقول، لا انا هرجع لرد مختصر شويه. نعم. انا اعتقد انهم فعلا متورطين مع جهات وخلايا دون شك، بطريقتهم وتاريخهم معروف. طيب هناك يعني مثلا مرسي راح شخصيا لسيناء تفاوض مع بعض العصابات الإرهابية، ولما خطبوا ضباط الجيش قال في التلفزيون، يعني الكلام مش من عندي، قال حافظوا على حياة المخطوفين والخاطفين وما إلى ذلك. لا أعتقد هذه معروفة. طيب هناك من يقول أن البريطانيين كانوا أشد إنصافا لجماعة الإخوان المسلمين من المصريين وحتى من السعودية التي أعلنت أن الإخوان هو تنظيم إرهابي. بريطانيا فتحت تحقيقا، شكلت لجنة لترى ما إذا كان الإخوان المسلمين يهددون أمنها أم لا. لماذا في الدول العربية لم يكن مثل هذه اللجنة كبريطانيا تحقيق أعمق من تصريحات تلفزيونية ربما ومن اتهامات يقول البعض بأنها تكال جزافا تجاه الإخوان المسلمين؟ أنا ما أعرفش ما يدور في العواصم العربية المختلفة، بس شيء واضح هنالك رغبة لدى بعض الجهات الأمريكية، مش عارف الجايزة تغيرت أو خفت إلى حد ما، بدعم الإخوان المسلمين. أعتقد ده كان واضح. وفي نفس الوقت يعني برضو واضح أيضا أن الإخوان المسلمين لهم تواجد قوي جدا في لندن بالذات، كمان في ألمانيا بس أخف يعني. وأنا أقول حاجة واحدة، أبو حمزة المصري اللي اتقابلته بعد مجزرة الأقصر سنة 97 لما اندبح بطريقة وحشية 62 سائح سويسري في معبد حتشبسوت، بعد بيومين قابلته في لندن عبد الحمد المصري. هو كان يعني اعتبر، نعم الحديث موجود ونشر، تفاخر بانه من الاخوان المسلمين. انا عايز اقول في ادله تانية خلاف، انا في ناس كثيره كتبوا عرفوا ان الاخوان لهم علاقه، عندهم الجهاز السري. طيب الجهاز السري ليه هو الجهاز السري؟ يعني أنا بقول يا ريت لو كان في جماعة إسلامية صادقة ما لهاش أي علاقة بالإرهاب، طيب لماذا لم يستنكروا؟ لا بلاش حاجة تانية، والطائفية وال 65 كنيسة اتحرقت،
الى درجه انهم بيقولوا بعد كده طبعا غباء لان ما حدش يصدق. المسيحيين هرقوا كنايسهم بنفسهم علشان يلزقوا التهمه بالاخوان، يعني وما الى ذلك. لا هم لهم علاقه. طيب اذا هل يعني يستحق هل الإخوان، طبعا نحن نحلل في وضع الديمقراطي، هو طبعا يؤدي إلى أن نتحدث أكثر عن الديمقراطية المقبلة في مصر، هل يعني الإخوان يستحقون أن يكون هناك أكثر من 500 حكم إعدام في حقهم؟ إعدام؟ أنا أعتقد أولا بدون ما أخش بالتفاصيل، أنا أعتقد هو الحكم 500 حكم إعدام أعتقد لن ينفذ، لا أعتقد هذا. وفي نظري هو إنذار، أنا لا أبرر هذا، بس يعني أنا بقول هتشوفي مش هتحصل، بس طبعا إلي هيحصل محاكمات، وفي حاجات كتيرة حصلت لغاية النهاردة ما حصل. بلاش اللي حصل في بورسعيد لغاية النهاردة ما نعرفش التحقيقات توصل لإيه. نعم. اللي حصل في الاتحادية في حاجات كتيرة حصلت، وأنا بلاش الكنائس اللي اتحرقت التحقيقات ماشية، في حاجات كتيرة لسه هنعرفها. وطبعا لابد احنا نتكلم ديمقراطية، بس خلاف الديمقراطية بطبيعة الحال ازاي اثق في القضاء لو لم او لو لا يقوم بالواجب الاساسي تحقيقات لكل التهم علشان نعرف اذا كان فيها تهم حقيقيه ولا مجرد افتعالات. طيب انا بيقول هذا لابد منه ولا شايف ان ده هيحصل، بس يا ريت لو عجلوها شويه. طيب هل ايضا يعني برؤيتك سيد فولكهارد، هل يستحق مثلا الناشطين من حركه 6 ابريل ومؤسس تحديدا الحركه ان يسجنون لثلاثه سنوات؟ الا يؤشر هذا الى ان النظام الجديد في مصر سيكون فيه ايضا خلل في حريه التعبير، كما قال الاتحاد الاوروبي كان متخوفا على موضوع حريه التعبير، هل توافق على هذه النظره يعني من خلال قانون التظاهر المرفوض من قبل شباب الثوره؟ أنا شخصيا صحفي وإعلامي. نعم. ورئيس جمعية المراسلين، عندنا 341 وسيلة إعلام أجنبية أعضاء ومراسلين عندنا. وإذا كان في أي واحد منهم، مش 10 و20، لو واحد منهم يمس سوء أنا أتمرد، وطبعا دي معروفة. أنا مش منحاز في دي. بس أنا متأكد أن في بعض الأحكام لابد من مراجعتها، إذا كان 6 أبريل وغير 6 أبريل. وأنا أتمنى أن القضاء المصري يراجع بعض الأحكام اللي ممكن التساؤل فيها. من ناحية ثانية أنا أتوقع، وده مهم جدا، لما يكون الانتخابات الرئاسية تنتهي ورئيس الجديد مثلا يكون في الغالب مش هيتقطع المشير فتح السيسي، اعتقد من واجباته الاساسيه والاولى النظر في موضوع القضاء وكيفيه تطبيق القانون والقضاء، وان شاء الله هيتم، لان دي حصلت قبل كده كذا مره. نعم. ولذلك لا استبعد ده يتم فعلا، للدبار ولا بد منه. نعم. طيب يعني ايضا نستفيد من وجودك معنا في الوقت المتبقي سيد فولكهارد، اليوم للصدفه هناك زيارتين في مصر، زياره لوفد روسي رفيع وفد عسكري، وهناك زياره لممثله السياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون. امام هذين المشهدين يعني اين تقف مصر برايك الجديده؟ هل ستغير تحالفاتها؟ يعني هذا هو السؤال الاساسي نحو روسيا، هل تستطيع ان تغير تحالفاتها؟ ام ان التحالفات ستبقى ثابته مع الامريكيين مع الغرب؟ انا اعتقد مصر لن تنضم الى تكتلات زي ما عرفناها ايام الحرب البارده، لان الحرب البارده انتهت الى حد ما، بس رغم اوكرانيا والقرم اعتقد الحرب البارده زي ما عرفناها مش هترجع. لا بس مصر ما تحبش ان يعني تربي نفسها في احضان اي دوله عظمى.
نعم ولذلك أنا أعتقد ولا شيء طبيعي تحب أن تضمن لنفسها مصادر سلاح مثلا أخرى. بس مش معنى ذلك أن مصر تربي نفسها في أحضان روسيا أو بوتين، ده مش موضوع، ولكن الند بالند. وفي نفس الوقت دي إشارة للأمريكان وبصارع مرفوع، أنتم مش الوحيدين في العالم، ولكن مش معنى ذلك يعادوا الأمريكان ويهب الروس، لا، بس يستفيدوا من إمكانيات موجودة عند روسيا. بلاش، روسيا بعت طائرات نفاثة حربية للمغرب، والمغرب طبعا مش دولة شيعية ولا، لا، دي حاجة تانية. أعتقد يحبوا يعني يخفوا شوية من الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة عسكريا. طيب بعد أكثر من كده لا. نعم، بعد سحب السفراء من قبل السعودية والإمارات من قطر، ويعني وضع قطر بشكل عام في دول الخليج، ما هو الدور الذي يعني يمكن تلخيصه لقطر الآن في مصر؟ هل يعني ما زالت تسلح ربما كما أنت تحدثت سيد فولكرد، أم أن الأمور اختلفت الآن؟ شوفي، قطر دورها يتغير مرة واحدة لو الأمريكان غيروا سياستهم تجاه مصر. أنا أقول لحضرتك هذا، الأمريكان أحيانا يغيروا تحالفاتهم في يوم وليلة. اللي عملوه مع صدام حسين كان حبيبهم، نائب رئيس الجمهورية ديك تشيني راح بغداد وهضم صدام حسين ضم كاميرات وشجعوا على محاربة إيران أملا في أن صدام يكسر أو يكسر حكم الملالي، يعني حكم الجمهورية الإسلامية الخميني. ولما لقوا أنه فشل غيروا سياستهم ولم يبالوا بأنه شنق فيما بعد. يعني الأمريكان ممكن يغيروا سياستهم، ونفس الشيء عملوا مع طالبان، وإحنا عارفين أسباب. ما مادلين أولبرايت قالت لما جم طالبان أنا لسه أسمعها قدامي، والله الدول كويسين وهيضمنوا سلامة أنابيب البترول اللي هتنقل البترول من كازاخستان السابقة السوفيتية السابقة إلى البحر العربي. يعني بغيروا سياستهم لأسباب تانية، وأنا لا أستبعد أن نفس الشيء هيحصل بالنسبة لموقف الأمريكان من إخوان المسلمين. في هذه الحالة يبقى قطر يفقد أهمية طبعا. على أي حال الأمريكان يتقيفوا لأن هم قادرين على تحمل التبعات. طيب هناك حديث سيد فولكرد ربطا بما يحصل في سوريا عن أن هناك بعض المقاتلين يفرون من سوريا ويذهبون إلى مصر لكي ينفذوا أعمال إرهابية، هل لديك بعض المعلومات عن حركة المسلحين والسلاح التي تمتد من سوريا إلى مصر وحتى من ليبيا إلى مصر وتونس وكل الدول يعني تقريبا العربية؟ أنا أعتقد في سيناء تجديد منهم دون شك، بس مش من دلوقتي، بس من فترة، يعني من أيام الثورة الأولى من يناير 2011 أكيد فيه، ده أكيد، وعندي فكرة أنه مطلع على هذا حقيقة، مش عارف العدد كام بس فيه دون شك. طيب الإجراءات التي اتخذها السلطات المصرية تحديدا في سيناء، التعزيزات الأمنية، هل خففت من حرية حركتهم أم لا؟ أنا أعتقد هما نجحوا إلى حد ما، ولكن العدد أقوى مما يظن البعض. وطبعا ولن عندك أهالي هم يختبئون في القرى وفي أحيانا في مساكن. نتحدث عن الآلاف يعني من المقاتلين؟ أنا أعتقد آلاف، أنا أعتقد هم مش مئات، هم آلاف. وبعدين طبعا دول كان لهم ايام حكم الاخوان، كان لهم يعني حريه كامله طبعا واستغلوها. يعني هم حرروا او يعني خرجوا زعماء الاخوان من سجون وادي ناترون مثلا،
وغيرها وغيرها. طيب. لا يعني كان في علاقات طبعا. لنختم معك الحوار يعني السيد فولكارد، إذا نظرنا إلى المنطقة بشكل عام، يعني طبعا مصر من ضمنها، ما يحصل في سوريا وتطور الوضع في سوريا، طبعا أنت موقفك معروف يعني بأن هناك استغلال للوضع السوري لمحاولة تغيير معادلة إقليمية، إلى أين تتجه المنطقة يعني بشكل سريع ومقتضب بأقل من 3 دقائق، لو تعطينا يعني رؤيتك للأزمة السورية، هل سيكون هناك انتصار لطرف على طرف آخر وتأثيره بالتالي على قوة مصر وموقعها في العالم العربي؟ أنا أعتقد الموقف في سوريا اليوم يختلف عن بداية المشاكل في سوريا، الأزمة. نعم. لذلك طبعا الأزمة ثورة وثورة مضارة. أنا شايف أن سوريا حاليا دخلتها أطراف غير عربية، حتى مش مجرد غير سورية، غير عربية، وبشكل يعني واضح، لأنه مش عايزة مش أسرار. بس أنا أعتقد أن بداية الحل تكون، ونهاية الحل برضو، يعني عمليات سياسية، وتحتاج طبعا اتصالات، مقابلات سرية غير سرية، ولكن عسكريا لا يمكن. لأن الناس بتنسى أن هناك نسبة عالية جدا من الشعب السوري ما زال متمسك بمبادئ حزب البعث. نعم. يعني مش أسرة الأسد، مش الطائفة العلوية، دي مبالغات طبعا، ولكن البديل اللي شايفينه اعتقد لا يشاغ اي سوري عاقل ان يعني بلاش المعارضه السوريه، يعني المعارضه الفصائل اللي يقطعوا رؤوس ويتطبقوا الشعريه واللي يغتصبوا الراهبات، اعتقد حل عسكري لا اراه، ولكن يعني مش في المستقبل المنظور، ولكن انا اعتقد في نهايه المطاف ما فيش غير حل سياسي. شكرا سيد فولكارد فينتفور، يعني رئيس جمعية المراسلين الأجانب في القاهرة، على مشاركتك معنا من العاصمة المصرية. يعني كنا نتمنى أن يكون وضع التقني أفضل من هكذا، ونتحدث أيضا في مواضيع كثيرة، ولكن شكرا لك في كل الأحوال. وأنتم أيضا مشاهدينا، شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.